أمم إفريقيا 1992 بطولة لا يحبها العرب. هل تتخيل أن هناك نسخة لكأس أمم إفريقيا لا يحبها العرب؟ هذا بالضبط ما حدث في أمم إفريقيا 1992 التي استضافتها السنغال وفازت بلقبها كوت ديفوار. البطولة التي شهدت مشاركة 3 منتخبات عربية، مصر والجزائر والمغرب، كانت تقام بالنظام القديم من خلال مشاركة 12 منتخباً يتم توزيعها على 4 مجموعات بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة. ولكن جاءت المشاركة العربية في هذه البطولة كارثية، حيث فشل المغرب في تحقيق الفوز خلال مباريات المجموعة الثانية بعدما خسر أمام الكاميرون بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله ليتذيل الترتيب بنقطة يتيمة. أما منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة فقد خسر بثلاثية أمام كوت ديفوار قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع الكونغو ليتذيل أيضاً الترتيب بنقطة واحدة. ولم يكن منتخب مصر أفضل حالاً، بل على العكس، حيث تعرض لخسارتين أمام زامبيا وغانا بالنتيجة نفسها بهدف دون رد، ليودع البطولة هو الآخر متذيلاً المجموعة الرابعة، لتكتب البطولة في عام 1992 أسوأ مشاركة للعرب في تاريخ أمم إفريقيا.